شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو أولياء العهود مراسم احتفالية العلم في منطقة كاسر الأمواج في أبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 43. وشارك إلى جانب سموه في الاحتفال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بوصول سمو أولياء العهود والشيوخ وكبار المسؤولين حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للحضور وعزف السلام الوطني وسط ترديد طلبة المدارس النشيد الوطني ووقف سمو أولياء العهود والحضور تحية للعلم. ورفع سمو أولياء العهود التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أصحاب السمو وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هذا اليوم الاحتفالي الذي يعيشه أبناء الإمارات هو يوم للوفاء والعرفان للآباء المؤسسين الذين وفقهم الله عز وجل وآمنوا بوحدة المصير وفكرة الاتحاد وعملوا بكل إخلاص ووفاء وتفان وحملوا الصعاب وواجهوا التحديات وشيدوا صرحا منيعا يملك أسباب التطور والتقدم والمنعة كافة. والتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو أولياء العهود خلال الاحتفال فريق رحلة الاتحاد التي انطلقت قبل 10 أيام كإحدى مبادرات جمعية البيت متوحد وتزامن ختام رحلتها اليوم على كاسر الأمواج حيث ضم الفريق 28 طالبا وطالبة يمثلون جميع إمارات الدولة. وتزامنا مع مراسم الاحتفال بالعلم وصلت المسيرة البحرية التي انطلقت من إمارة الفجيرة إلى كاسر الأمواج ضمن مبادرة زايد نبع الخير للعالم وأطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قبل 3 أسابيع مرورا بجميع إمارات الدولة. وتسلم سمو ولي عهد أبو ظبي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع علم الدولة الذي حملته المسيرة البحرية وطافت به بحرا سواحل جميع الإمارات وصولا إلى أبو ظبي حيث وضعه سموه بمشاركة أولياء العهود في اللوحة التذكارية للمسيرة البحرية. حضر مراسم الاحتفال بالعلم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ دياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة
وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار وصاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين.